اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق، فأنت عوننا على دفع كل ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، أهلا الغزالات الميمات الخواتات الفنات، أش كتعودوا لاباس عليكم؟ هانين أمركم مزيانة وليداتكم؟ ايوا اختي، قبل ما نبدا معاك الفيديو نقول لك ما تنسينيش بواحد اللايك. ضغطي عليه اختي، ضغطي عليه، انا كنتسناك تضغطي عليه. عاد كملي معايا الفيديو. ايوا الفيديو اليوم الغزالات، نهيرت اليوم غنتقاسم معكم هذا النهار تقريبا، انا غير الصبحيه نتقاسم معكم، غير الصبحيه مع بناتي. راكم عارفين نهار الحد في الصباح كنحاول البنات نحيد عليا بعدا بنياتي ندوش ليهم ونعومهم. بالنسبه للشهرهم ضروري من شويه الزيت، راكم عارفين هاد الايامات كنحاول نعتني ليهم بيهم، لانني جيت اليوم دقدق من المغرب البنات، خاصه صابرين عرفتوا، كانت في قصب حكم مني. دابا الحمد لله مني هلا جات، كانت صغبه كطيح على لا طولتها، كنبغي نتفقس، جيت قطعتو ليها، راني يعني نقص ليها منه، كان شعرها طويل صافي نقص ليها منه، لان الشعر طويل حتى هو ياك غير والله البنات كيجيب شويه العين، ومهم بعدين راه تكرفس ليهم في المغرب. واللي كيشوف شعر صابرين كيعجب، كيعجبها شعرها، كيعجبهم شعر صابرين. والساعه جيت حسكتو ليها، حسكت ليها القصه وحسكت ليها من شعرها. بالنسبه للجنات البنات، حاولت ندير لهم غير شويه تشقيقه، غير البلايص الخاوين. جنات تبارك الله شعرها قوي، هي شعرها بوكلي وعندها شويه ناشف من القدام، شويه ناشف من القدام البنات. وان شاء الله البنات غنشارك معكم. بالنسبه للشامبو، اللي بزاف الاسئله اختي اللي جاتني عليه، خليكم مع الفيديو غنجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. فين تلقاوه؟ كيفاش تستعملوا؟ كيفاش تستعملوا الكريمه؟ جميع الاسئله ديالكم غنجاوبكم الغزالات، غير خليكم مع الفيديو ما تمشيو فين، وهانتوما معايا. ميمه الغزالات، شنو نقول لكم؟ من بعد ما شككت النيات غندوز دابا نشارك معكم الهديه ديال نهار اليوم. وفي نفس الوقت الغزالات غنشارك معكم القرعه مشويه، وغنشارك معكم السيتون ديال الطاط اللي حيت ليه العصف ديالو كيف ما كتشوفوا البنات. غنشارك معكم الطريقه اللي كتجي واعره، تقدروا تفطروا بها، ديروها بحكم في البانينوات البنات، اللي عندها بحكم راجل كيمشي للخدمه او كيصاوب البانينو في الدار، عرفتوا البنات كيجي واعر غير هذا، وطون هو موتزاريلا هو الكفته. تقدروا بحكم طيبوا الكفته وديروا بحكم خضر، ما طيبوا ما والو تهزوا ديروا خضر، كيجي واعر الطريقه. ان شاء الله غنشارك معكم. بالنسبه للبنات اللي كانوا قالوا لي على البيتزا، البنات انا البارح قبل ما ننعس عجنت البيتزا، درتها في الثلاجه، لان شي اخوات كانوا قالوا لي شحال معنا البيتزا اللي كتكون عجناها نهار قبل. هانتوما البنات اللي عجنتها البارح، نقدمها معكم، هانتوما هانتوما البنات، هادي عجنتها البارح، عجينة ديال البارح، وغتشوفوا النتيجه كيفاش غتجي، غتجي واعره البنات، معجونه غير بالزعتر، ما فيها لا زيت لا والو، غير الزعتر وشويه المليحه، عجينه عاديه فيها القمح وفيها الفورص، كندير نصف فورص ونصف القياس نتي اللي باغا. صافي هنا الغزالات خليها على جنب، غندوز نشوي هاد الورقه هادي، منها ندير منها شويه البيتزا، ومنها شويه حتى هي غنديرها البنات طريقه بحكم دار في البانينوات. وانتوما معايا الغزالات، رجعت معاكم من بعد ما شويت القرعه. هانتوما البنات شويتها غير في المقله، تقدروا تشويوها حتى في الفران،
شوفوا البنات راه كياكلوا فيها، بناتي كيهزوا فيها هكا خضره، هي كلوا فيها خضره زوينه، خضره زوينه خضره ولا ماشي خضره مشويه، غير باقا ما باقا ما درتهاش، قولوا راه مشي مشي ياكلوا فيها خضره. صافي ها نتوما البنات غندوزو نشارك معكم كتجي واعره البنات القرعه. هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للزيتون غندير عليها البنات زيت زيت العود تقريبا واحد نصف كاس البنات ديال زيت العود. هنا غندير رويسات ديال الثومه، عندي هنا البنات جوج ريوز ديال الحار هادو اللي مقدين، عندي شويه البزار، وعندي البنات الزعتر، هاد الزعتر ديال كوناض البنات، خذوا الزعتر من كوناض واعر واعر البنات واعر واعر، والخل، وعندي هنا الخل البنات ندير تقريبا واحد ملعقة. مازال نزيد شوية زيت العود، صافي البنات عرفتو هيدا واو هذا مع واحد البراد ديالاتي البنات واش ليكم يجي واعر. صافي البنات صافي ها هو وجد عندي، نزيد فيه شويه المليحه واعر البنات. انا درت فيه الملح وكي ما قويتش على حساب حيت كانت امي نخليته شويه ناقص من الملحه، خليتنا بحدنا بحدنا شفتيش تضربي قولي عليا ولا خليتينا بحدنا. صافي ها نتوما البنات انا غندوزو للقريعه، هذه البنات كتجي حتى هي البانينوات كتجي واعره. هنا غندير بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا، ندير عليها ونسيت ديال الثومه والخل التي وزيد الزيتون البنات، وكنبقى على غادا على هاد الطريقة هادي البنات، كنبقى غادا على هاد الطريقة تاني كندير. ماما صافي بغيت تقول كل حاجة شتا دابا دابا كنصور كل حاجة بزاف. صافي هنا البنات كندير مليحة دير حيت دايره فيها شويه الملح في الاول، ندير زيت العود ونسد ديال الثومه. صافي كنبقى غادا على هاد الطريقه البنات نكمل ونرجع معاكم. صافي هنا البنات هانتوما هانتوما من بعد ما عرفتوا هذه البنات كل ما بقات هذه ما كتخسر ما والو تبقى حتى سيمانه بحال هكا في الثلاجه ما كتخسرش البنات. ها نتوما عرفتوا هذه راه كتبع غاليه لا هي ولا الدنجال بهذه الطريقه هذه راها غاليه. ها نتوما شديتهم البنات لولبتهم حاولت واحد الساعه خليتهم حيت كيكونوا قاسيين تخرجيهم من الثلاجه كتكون قاسيه، حاولوا تعطيوها الوقت يعني خليتهم واحد الساعه هكذا لولبتهم وخليتهم غطيتهم حتى يترخفوا لكم مزيان باش تساعدكم البنات ملي تبغوا تبسطوها. صابري مالكم اختي شد القمح، مالا شد القمح. صافي ها نتوما البنات
عندي لاصوص اللي ديجا شحرته، نزيد الثوم والزعتر، صافي تمنات. باغي نحط الفون دي بناتي، ندير ليهم الفون دي وغندير ليهم هنايا ليمرون ضرب واحد انتما البنات. قالت لك باغا حتى القرعة اختي، وديري لي من هذيك المشوية اللي من هذيك المشوية من هذيك اللي درتي فيها الزعتر وهذه، صافي البنات وغندخلها للفران دابا. تهليت فراسي انا درت نص هاري ديال الطون والبصلة مشحرة والفلفلة مشحرة، وهنا البنات درت لي هذه الفون كيت انا وشوية القيمرون، ومن بعد عاد نحط لي هذيك القريعة متانة مرقدة تا نخرجها عاد نديرها كيف ما كتشوفوا البنات. انتما البنات من بعد ما طابت لي كندير لها في الفرماج دابا البنات موتزاريلا، غير ندخلها غير تذوب، رجع بدات كتذوب حيت الله خرجت البيتزا. صافي البنات ماشي هيتكم يا البنات وهذه ديال جنينات هي نديرو ليها الفرماج، ديال صابرين راه باقا في الفران، ديال زكريا نخليه حتى يجي عاد نطيبو عليه نخرجو عليه سخونة. يا سلام يا سلام كبونطه صراحه كاين احسن من حاجه تصاوبي بيدك تجي كوير شوفوا الناس باش تعرفوا البيتزا واش اللي يجي نوريها. وهنايا الغزالات رجعت معكم بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا البنات، صراحه طوب جات واعره البنات. راه قلت لكم البنات كان جاي عندكم بحال شي واحد وباغين بيتزا تحمر وجه ديالكم وتجيكم واعره، كيف قلت لكم عجنوها اختي عجنيها في النهار قبل وديريها في الثلاجه وخليها، راه العجينه والله الا البنات يعني كيف ما درتي ليها طوريها وكتطوريها وكتجي زينه. صافي الغزالات غندوز، قليت ليهم شويه البطاطا قالك ديري لنا مع شويه الكيتشوب، كانت تبقى شويه البطاطا مع في الفريكوج بدات ليهم الزربه قليتها. صافي حكيمه هي نطيو طريف من البيتزا اصلا كتبقى تاكل فيها، وغنطيح شويه البارميجانو. وهانتوما معايا الغزالات كيف ما كتشوفوا صراحه جات واعره ما شهيتكم، اللهم ديما نعمه وحده من الزوال. وبناتي راه ملي كندير لهم بحال هما الاكلات المفضلين عاد وليدات الصغار عاد ولينا مابقاوش باغيين المريقه عاد باغيين بارينوز معمرين بيتزا بحقه. كنحاولوا مره مره نفرحوا الوليدات والله الا البنات جات احسن من خليك ليلي غزالي ودير ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، وانا وانا ومن لاتنا شتاني في رزانا سفت صدر ولحنانا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون.
تعيب فيا ولا غلطتي خاف عليا وبلومش طول كيما اختي تاكل في البرميجانو. عيطت لي واحد متتبعه اللي كتوصيني كتقول يعطي للحكيمه البرميجانو كليها وكليها البرميجانو. وكيف ما كتشوفوا البنات عزيز عليها هي اصلا كنقطع حكه وانا كناكل معاها ياك ناكل معاها اجي نعطيك اجي صافي الغزالات رجعت معاكم من بعد ما صدينا صافي دز ديرك غسلت البنات شعرهم جنات جا غسلتو ليها نشفتو ليها اجي لهنا اجي لهنا حكي جنات درت لها الكرينات الكرينات درت لها الكرينات دورتهم ليها باش يبقى باش يبقى شعرها غدا في المدرسه يبقى محكا داير نحيد لها البيضات يبقى داير ويبقى زين. صافي هنا البنات نشفتو لصابرين غير نشفتو صافي غندير البنات زيت الكوك كيف ما كتشوفوا راه جامد غنديرو بهذه الطريقه هذه ندوبو كيف ما كتشوفوا صافي وغندير ليها البنات بهذه الطريقه هذه كيبقى شعرها السيمانه كامله البنات كيبقى زوين كيبقى زوين بقات لينا حكيمه تيجي ندخلوها اختي ما كتصدع انا وقلنا سلوك ما عدلك لا لينا الضو ديال الكاميرا المهم البنات ها نتوما شوفوا يعني شعرها راه عادي كنخلي ليها هكذا ما كنصايبوا ليها ما والو اختي بنيتي السمر ما شاء الله تبارك الله حمين صافي البنات غندوز دابا نتقاسم معكم شوفوا حكيم واش داير لنا مره تعض مره طفي مره تعلى مره طفي كيما صنعوا ما تخليش نصور البارحه البنات جاني واحد الكميه على هذا على الشامبو بزاف الاسئله وبما انني اليوم الحد يعني الروتين ديال البنيات العوم هذه تنتفكروا قلت ضروري حيت قريت تعاليقكم شفتوا هذه الكميه ديال التعاليق سولوني على شي حاجه غير كنجاوب واحد الاخت المهم جاني واحد بالي التعاليق اكثر التعاليق كيسولوا على الشامبو هذه الكريمه كيفاش الاستعمال ديالها ديالاش قولي لنا الاسم ديالو ودابا غنقول لكم البنات اشنو الاسم ديالو راه ساهله القرعه بين يعني باينه تشوفيها خاص عرفيها شوفوا البنات ها نتوما سكرينيو الاسم ديالو ايكويليبرا سقمت مزيان ايكويليبرا شامبو انتي كادوتا وفورتيفيكانتي يعني كيقوي الزغبه البنات كيقصحها كتعود تصعيب باش تهرس يقوي البنات الشعر وفي نفس الوقت الويفيرا البنات هو متكون من الويفيرا ارغان و كيراتين فيجيتال هانتو وبالنسبه لهذا كلينيكا مند دي ستاديون ديز للطبيبه البنات و 90% البنات شي حاجه اوريجينال وناتورال وكابيلي فورت يعني كيقوي الزغبه البنات سينزا سيليكون بدون سيليكون وفيه 300 ميل البنات راه يدي ليكم يعني يدي ليكم البنات فيه غير وتقولوا لي فين كيتواجد تقدروا تلقاوه بعض المرات في ماجيكا شوب بالنسبه للاخوات اللي قرابين هنايا في تيكوتا في امازون كاينين حتى لي بونتوري ان شاء الله ما غيوصلوني كديرهم واحد الايطاليه جارتي هنايا كنسولت قالت لي زهره ديري لي بونتور كيساعدو خاصة ملي كيروح الوقت ديال الطيح ديال الشعر ديريهم راهم كيساعدو باش ما يطيحش لك شعرك البنات ان شاء الله البنات ملي غيوصلوني غنشاركهم معاكم كيف ما كتشوفوا بالنسبه للكريمه كندير الشامبو كنغسل ليهم شعرهم البنات كنديروا ليا حتى انايا نفس الشامبو كندير لبناتي كندير ليا حتى انايا وقفت هذاك اولترا دور راني قلت لكم البنات وقفتو لان ما وافقش شعري جميع داك اولترا دور فيه جميع شحال من نوع والو داك ديال لافوكا خلاص كنديرو عاد ما كيوقف ليا شعري انا مازال شعري طب وما موافقنيش هنا البنات بالنسبه للكريمه كاين البالسامو ديالو انا خديت الكريمه لانني كنستعمل اغلبيه الكريمه كنت كنستعمل ديال الكريمه ديال الكوكو حتى هي زوينه البنات هذيك بالنسبه ل... انا عندي جنات شعرها شويه واقف ليا قدام واحد شويه اجي جنات اجي حبيبتي اجي اجي لهنا اجي عندها نتوما غير تبان لكم مشيشه هي شعرها طام ولكن واقف ليها واحد شويه من هنايا
وكاش كنديروا ليها بحقه باش شعرها يعود ليها رطب ما يبقاش عندها داك القف بحقه. ولكن دابا كندير لهم زيت الكوكو كيعاونني شويه غير الناس. اما صبري راه شعرها رطب. السلام. صافي هادشي اللي كاين البنات. الكريمه ملي كتغسلي شعرك كديري الكريمه صافي وكتخليها 5 دقائق 5 مينوتي ديجا مكتوب هنا الاستعمال ديالها تيركا 5 مينوتي كتخليها 5 دقائق البنات صافي وكتشلي شعرك كدهني حتى كتغسلي شعرك ودهني الكريمه تخليها 5 دقائق خليها حتى 10 دقائق نتيايا صافي البنات وشلي الشعر ديالك. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى نكون جاوبتكم جميع الاسئله ديالكم. هنا غنحبس معكم الفيديو. عليكم لكم الغزالات الله وفريوسكم ولا تبكم فيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم هذيا مابقاش كتبوا لي لايكات بزاف بقى عدد كبير باللايكات لان البنات راه فيديو باش ديري فيديو تصوري راه مجهود كبير وتهضري وبعض المرات تهضري وتقطعي تهضري وتقطعي شحال كتضيعي ديال الوقت البنات. بعض المرات بنيتك دير لك شي بوزيسيون اللي ما بغيتيش يبان في الكاميرا حبسو ما نقولش ليكم ولكن كنبغي دائما الفيديو نعطيكم بالفايده ماشي تحط فيديو غير هكذا وبعد المرات كندخل اليوتيوب كنصيبهم حاطين فيديو غير هكذا وهم غير طالعين فيهم مشاهده ماشي مشكل. المهم انا غنحبس معكم الفيديو نقول لكم تهلاو فيا سكونس دائما انا احبكم في الله قبل ليكم طمنوني على الاخبار ديالكم في التعليق الغزالات الغزالات ديالي قبل ليكم قبل ليكم. السلام عليكم.